يمكن في الفقرة السابقة كنا نتكلم مع السادة إيمان من الناحية النفسية بخصوص العمليات التجميلية، سواء كانت من الرجل أو المرأة في العلاقة الزوجية. لذلك يهمنا أيضا نعرف في عالم التجميل واللي يعتبر بحر اليوم ومن أكثر خلينا نقول التخصصات طلب من الجنسين، أكثر الإجراءات التجميلية المطلوبة اليوم سواء من الرجال أو حتى السيدات. بالنسبة للسيدات أكثر شيء يكون مطلوب اللي هي عمليات الثدي وعمليات النحت. طبعاً بعد الولادة والولادات المتكررة يكون في مشكلة في ترهلات الجسم سواء كانت البطن أو أشياء زي كذا، فالسيدات تلاقي كثير يطلبوا الثدي والبطن. الرجال كثير يحتاجوا عمليات ما بعد التكميم وترهلات التكميم وكمان عمليات التثدي، من الأشياء اللي كثير تنطلب بالنسبة للرجال.